يا محمد، مساء الخير يا باشمهندس. حضرتك فين؟ دي هو في حاجة ولا ايه؟ التعديلات اللي المفروض نبعتها هو النهاردة؟ الديدلاين كمان نص ساعة. طب انت عملت التعديلات اللي قلتلك عليها؟ مش هتبص عليها هندسة؟ لا مش مهم، ابعتها انت وخلاص. مش عايز تراجع عليها؟ ابعتها، ولو في حاجة نبقى نشتغل عليها بعدين. ابعتها. تمام يا باشمهندس. سلام. ايوه يا علاء، انا قلت اكلمك عشان ميعاد النهارده. ما تشغليش بالك، انا هنزل مكاني. بلاش يا عم، شوقي هيعرف هيعمل حوار. وايه اللي هيعرفه بس؟ انا هفنش مع الكلاينت وبريفك باللي حصل. وانت منك ليه بقى؟ يا ابني العصافير كتير وانت عارف، انا هتصرف وانزل. خلاص زي ما تحب. عموما لو غيرت رايك كلميني. ماشي، ميرسي يا علاء. وانا لو عرفتش اسلك هكلمك والله. تمام، كلميني في اي وقت. تمام، باي باي. ايه في ايه؟ ما ينفعش تقرب منه قوي كده، بالذات وانت طول الوقت بره. طب انا لابس ماسك ومعقم ايدي، وبعدين ما انت كمان بتروح الشغل. انا بقالي يومين ما نزلتش وما شفتش حد، وبعدين انا ما جبتش الكلام ده من عندي، الدكتور قدامك قال كده. ده احنا ما صدقنا رجع اوضته. خلينا نخلص الايام اللي جايه على خير. فانت عايزه تمنعيني عنه الايام اللي جايه كلها؟ مش عايزه حاجه يا مروان. لو انت عايز تسيب شغلك وتفضل انت مرافق ليه وما تنزلش خالص، خلاص براحتك. بس انا مش هعرض حياه ابني للخطر عشان انت عايز تعند معايا وخلاص. حسن انت كويس؟ اه يا حبيبتي، الحمد لله انا تمام. انت من ساعة ما جيت وانت مش على بعضك، في حاجة؟ نهر الولاد كويسين؟ ما جوش معاك ليه؟ انا ولهم خلاص يا ماما. خلاص يعني ايه؟ يا ابني في ايه ما تتكلم؟ يعني طلقتها. هي في حاجة اسمها كده؟ طلقتها؟ ما تتكلم يا ابني، وجعت قلبي. ما بيننا مشاكل ما بتخلصش، تعبت، زهقت. يا سلام، وفي اتنين متجوزين ما فيش بينهم مشاكل؟ مهما حصل بينكم، زعلوا واتخانقوا يوم اتنين، إن شاء الله شهر، لكن تتطلقوا؟ انتوا صغيرين على كده؟ عندكم ولاد، وبينكم عشرة عمر. استهدى بالله كده واحكي لي اللي حصل عشان نلم الموضوع. أنا مش عاوز ألم خلاص. الموضوع ده بالنسبة لي خلص.